سائلا الله أن يعينني ويوفقني لخدمة شعبي. متوكلا على الله في العمل معكم بإخلاص وتجرد. فلقد أقسمت أمامكم وأمام الله سبحانه وتعالى، وسيبقى هذا القسم التزاما صارما. وعهداً وثيقاً بيني وبين شعبي وممثليه ومؤسسات الدولة كافة وقياداتها السياسية، هذا العهد هو عهد الوفاء. ونعاهدهم أن نكمل المسيرة لتحرير الوطن من الفساد، ونعمل لإعادة إعماره من أقصاه إلى أقصاه.